الوطني وهو مجيد أبركان عبد المجيد، وعدنا رحو وهو مرشح في مجلس الشعبي الولائي، وارتأى قائمة جبهة التحرير الوطني التي يتصدرها السيد أبركان اللي هو غني عن التعريف، وجميع بلدة قرية لحتى الحناية يعرفوا غاية الغاية. ولهذا احنا جيناكم باش نطلبوا منكم الاصوات تاعكم، علاش؟ باش تعبروا على الاصوات تاعكم فيما يخص السيد عبد المجيد أبركان اللي هو كان اطار في شبيبه بالرياضه، ونتمنى باش تصوتوا عليه. اذا كنتوا تعرفوا وتقراوا فيه الامان والخير وبذره امل لهذه البلده باش تخدموا المنطقه تاعكم، فوتوا على السيد له، ونقولوا باللغه العربيه صوتوا لصالح جبهه التحرير الوطني التي يتصدرها السيد أبركان عبد المجيد. واخونا لا ننسى المجلس الشعبي الولائي وهو رحو الذي ضمن قائمه جبهه التحرير الوطني. وهذا علاش قلنا جبهه التحرير الوطني فيما يخص المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، الى باش نقوموا ببرنامج باش نجسدوه كما اسلفنا ذاكرا المره اللي فاتت. احنا خصنا المجلس يكون عندنا جبهة التحرير الوطني، والمجلس الولائي جبهة التحرير الوطني، حتى كيما في البرنامج تاعنا عندنا باش نخدموا الملعب نتاع القرية، خصنا يكون في كلا الحالتين في المجلس البلدي والمجلس الولائي باش يساعدونا وباش نجسدوا البرنامج تاعنا على المستوى. ولهذا نطلب منكم مرة ثانية أن تصوتوا لصاحب لفائدة جبهة التحرير الوطني التي صدرها مجلس البلدي. الرئيس تاعنا موسى بن اصواتكم امانتنا، ها هو اخوكما نيشان. بارك الله فيك، تفضل الرئيس. جماعة نورمالمون كل شيء راه قدمها السيد مصطفى حلو، نبغينا نسمعوا منكم كاش انشغالات. انا تبان الانشغال الوحيد هو الرياضه العقاريه هنا. هو الشيخ الملعب بعد انا بغينا نهضروا عليه. هو بصح انا تبان على حساب الشيخ القريه قاعد يفوتي وشا الله، بصح غير اللي يجي يكذب راك فاهمني، غير اللي يجي يقول لهم دير 15 صاد انا راه متقاتلين عليه. حنا ما سيبوش قاوين بالله في امور وكيجيو يقسموا الصفار. حنا فيما يخص الملعب حنا تبان يكون لا كلوتير راها كاينه، هذه واحده زوجه بالك بروبليم تاع التير تيرا الشيخ قاعة ملابس هذا هو الشيء غير سدي الاكثر. هذا ما غادي يديروا كاسو غير حنا تبنوا غير نروح نبلعوا يديروا لنا الفيستير تاعه. هذا ما نقعد نبلعوا. لا هي شوف هي من الاساس، هي من الاساس نورمالمون على حسب اللي نعرف، هي نورمالمون يتبلع مليح الاولى الزوجه يكونوا كاينين دي فيستير ويولي رونطاب باريزوم، نعطيوها لواحد بعد نخلقوا منصب شوك او ميم طو يكون مدخول الشيخ جمعيه. احنا ماذا بينا واحد يقابله خدام راك فاهمني، مشيت على لانام ولا لانام يسمح. احنا ماذا بينا احنا نخدموا في لانام راك سوبورتاتهم وكاع ترفقوهم بيبر نضربوا هذا محلول ما قدروا يديروا فيه والو. هذيك جارده غير اسمها جارده، ما ولاتنا حديقه بمعنى الكلمه، ما ولاتنا بنيان استفادوا منها بلاك الناس باش يسكنوا الحنايا، ما ولات سوق زبالك يديروه البلديه تدخل منها ولا الدايره ما سوق سوق براسهم اللي بغا يديروه. شوفوا ما يشعلوا الوطن المهم احنا مدخلين ناس البرنامج. والحاجه الثالثه اللي بغا نقولها هذه تخص كاين واحد الحمام كاين هنا وكاين حمام تاع القريه. والثالثه عبد المجيد خويا هي تخص المترشح هذيك انتهى هذه النقطة، أنا نبغيها إن شاء الله، إذا كنت فيها إن شاء الله أنا بزابية تنبقى إن شاء الله. أنا من جد بديت نعقل على روحي للمياه. اسمعوا أنا قلت لها الحبيبة، أنا قلت لها الحبيبة هذه، من جد نعقل على روحي للمياه كي يطلع المير. احنا مثلا مثلا يصرى حادث في ما عارف في مغنيه ولا في تموشنت ولا صرا بزاف، ابن الحنايا ولد الدائره ولد البلديه المير اللي صوت عليه كراها اب ولا اخ، هما ممكن هو السباق تما لهذيك المستشفى يشوف هذا ولده لا باش يتنقل لا باش ما علاش انا نقول لها غير يقبل غير الجاست ولا وفات. خلينا نشوفوهم يمشي مثلا هذا ولد خالته ولد عمي توفى الروح بصح عبد المجيد الرئيس بلدي يكون اب يشوفها يراعي هالصوره تكون اكسيدون ماشي نقولوا مرض يمشي على الطبيب لا اكسيدون صاد كراف
لازم يكون يمشي يشوف يرقب على المريض يزيد له في السمعه تاعه، ماهوش على الولايه هنا برك على قطر الجزائر. واللي يكون مات هنا من البليه ما نحوس مسكين فاقر كيما مات، نمشي لقيتو خمس نعزي وتشوف السمعه تاع رئيس بلديه كيفاش تطفح هنا في البلاد في البلديه عندنا ولا في الدائره. هذه تولي قضيه شخصيه تاع مرض انسان الى مولف يدير هذا السؤال نشوفها انا عشت يديرهم، والى ما مولفش يدير هذا السؤال يكذب عليك يقول لك ديرهم عاود ديرهم. انا باش نعزي انا ما عبد الضعيف انا اللي نعرفه اللي يفوت ونلقاه نعزيه. باش نعزيه جيت ميري عزيه هكا جاب لي جيم سند، بغيت نقول لها الشيخ هذه زعما نقول له هذه نظره شابه شتها عاود كي تخمم جبرته بن عمه قلت له كان فلان ما يجيش حسين بن عمه تولي في التواضع في الشخصيه تولي في التواضع في الشخصيه. هذه اللي خصنا نقلعوها هو المحسوبيه، هذه المحسوبيه خصنا نقلعوها. لا نقول هذه خاصه المرشح اللي يكون رئيس بلديه ويلعب هذا الضريس تاع الدوار. انا سمعت قال لي صحه المغني شكون هو؟ قال له ودي احنا انا نروح نمشي شوارع كعبرة عب ولا اخول ولا وفاء حسين ما مرضى تعرفوه بلا ما بيتو تلايمنا عليه كون واحد اخر كون تولي القلب هنا فاهم الانسان كيش يكون التربيه فاهم التواضع هو حنا حسين عاونونا عاونونا جيبوا الاغلبيه ولا كنجيبوا غير اربعه ولا خمسه. وانا لهذا السبب ارتئينا باش نرشحوا واحد للمره الاولى في منذ الاستقلال. كاين واحد شاب والاغلبيه تاع اللائحه اللي تشوفوا فيها قدامه خدمناها ونقينا جبهه التحرير الوطني ودرنا واحد الجيل اللي هو جديد والشبيبه باش يقودوا البلديه. خاطر علاش؟ حنا شبيبه نورمال ما نمشيش اودي واحد سيتوان سي بيرسون هو كاع كيف كيف. انا ملي نعقل على روحي كاع الناس نبغيها. خاطر علاش؟ حنا التقينا باش نديروا الشبيبه ونديروا واحدين وجوه جديده واحدين صغار باش علاش؟ باش نقلعوا ذاك المرض اللي باش بقدره الله سبحانه وتعالى نقلعوا هذا المرض اللي عندنا في الحنايا. احنا باش نشوف بهم قال لي قامت هذا هو. انا علاش ما تجيش ترشح؟ نبغي باش ندير الشبيبه على العام. انا هذا امام الله خويا عند ربي بارك الله خويا ونعرف من الصغر عندي فيه ثقه تامه بارك الله. حسين هو عبد القادر باغي انا عندي واحد المشكل والمشكل تاعي واش هو المشكل وهو السكن. حنا هاد المواطن واش تيخصه؟ انتم الاغلبيه هنا شفتهم يتكلموا الا على الملاعب فاهم هذه كاين اللي ما عندهش كيما نقولوا حاجه نتاع الرياضه ما عندهاش المحبه نتاع الرياضه موهبه عندها موهبه واحده اخرى بصح انا نتكلم من ناحيه السكن ومن ناحيه العمل. انا عامل في البلديه راك فاهم كيما بجمع نخدم في لابوبيل انايا. انا نطلب من المسؤولين وهو عبد المجيد نطلب الله سبحانه وتعالى وفقه العمال تاع البلديه يتهلاو فيهم. حنا نضلوا نخدموا في لابوبيل ما عندناش حق راك فاهمني ما عندناش حق. هذوك راهم حتى انا نقول كيما جيتوا واستقبلتونا هكا بهذه الطريقه نهار اللي ربي وفقكم وتطلعوا تستقبلونا بهذه الطريقه. خاطر علاش انا مانيش نقول لك انتايا خاطر الانسان انسان ضعيف راك دروك قدامي كيما هكا مجرد ما تطلع للسلطه تعاود تولي لي انسان واحد اخر تولي ما تعرفنيش. هذاك تاعك يسميوه هذه هي هذاك اسمه منظف هذه هي بارك الله فيك. نحن حاشا جمعنا نحن الزباله وانتم رجال النظافه. واه راني معاك حسين هذه هي انا كيما راك تستقبلني هكا وراك تتكلم معايا بهذه الطريقه نتمنى كي تطلعوا ربي يوفقكم كي نجي عندك البلديه تستقبلني بهذه الطريقه اللي راني معاك هكا. بس ماشي كي تشوفني تدور راسك انا هكا وانت ان شاء الله. انا هذا ما نطلب هذه انا ما نطلبش حاجه كبيره بارك الله فيك. زي خويا مجيد